طبعا ما فيش شك انه مصر بلد سياحيه من الدرجه الاولى، في كل محافظات مصر بتلاقي اماكن سياحيه مميزه. الغردقه من المدن المهمه جدا سياحيا لمصر، وشهدت مؤخرا اقبال وتوافد لاعداد كبيره، وايضا على مدينه مرسى علم، وده بالتزامن مع الموسم الصيفي وارتفاع معدلات الاشغال. نسب الاشغالات في الفنادق وصلت ل 90% في اغلب فنادق البحر الاحمر. طبعا الطبيعه الساحره مش بس على الساحل، لكن كمان تحت سطح البحر، الشعاب المرجانية، الأسماك الملونة، كل هذه الأمور بتخلي السائح اللي بيجي من الخارج منبهر بالعالم اللي بيشوفه تحت المية. بشكل يومي بيستقبل مطار الغردقة ومرسى علم عشرات الرحلات الخاصة بالطيران الأوروبي، واللي بتشيل على متنها آلاف من السياح من جنسيات مختلفة. طبعا ده إلى جانب السياحة الداخلية في كل الأماكن وفي كل الربوع. خلونا نتعرف على التفاصيل مع الهاتف الأستاذ بشار أبو طالب، نقيب المرشدين السياحيين في البحر الأحمر. صباح الخير. صباح الفل عليك يا أستاذ هبة، وصباح الفل يا أستاذ محمد. صباح النور يا فندم. المشاهدين صباح مفعم بالنشاط والحيوية وبالشغل الكتير إن شاء الله في الغردقة والبحر الأحمر عموما. الحمد لله، يعني نسب زي ما حضراتكم ذكرت تعدت 90% في اغلب فنادق الغردقه. طبعا المهرجانات شغاله في الصيف، طبعا حضراتكم عارفين ان الصيف الناس كلها بتلجا للبحر في درجات الحراره العاليه دي، حتى في اوروبا في درجات حراره عاليه، فالناس بدات تيجي او يعني موجودين على شواطئ البحر الاحمر يوميا، وبيقوموا برحلات كتيره جدا من الغطس والسنوركينج وكمان كل النشاطات البحريه اللي موجوده في نطاق البحر الاحمر، اللي بيظهر طبعا بالشعاب المرجانيه زي ما حضراتكم ذكرتم. البحر الاحمر ده كنز كبير قوي، ومدينه الغردقه عاصمه محافظه البحر الاحمر هي الوجهه الاساسيه، يعني اصبحنا بناخد مراكز متقدمة جدا في الوجهات الدولية أو العالمية في العالم كله، تذكر الغردقة دائما ببحرها الجميل والشمس اللي موجودة طول السنة والنشاطات البحرية الموجودة. وعلاوة على ذلك السائح اللي بيجي دايما بيفكر ينتقل من محافظة لأخرى، بيزور الأقصر وبيزور القاهرة، فموقعها المتميز صحيح اداها يعني زخم كده، او اداها يعني روعة في ان انت تتحرك منها الاماكن كتير في مصر. عظيم. وحضرتك بتقول على انه درجات الحرارة مناسبة عندكم في البحر الأحمر، او الجو الى حد ما لطيف، وممكن يكون بس بالنسبة لنا كمصريين الدنيا بتبقى حر شوية، لكن بالنسبة للأجانب الجو بيبقى جميل جدا ولطيف، وبيبقوا جايين اصلا عايزين الشمس بتاعت الغردقه، عايزين الشمس بتاعت مصر. طيب انتوا في البحر الاحمر ازاي استعديتوا لاستقبال هذا العدد الكبير من السياح؟ ابدا من مميزات البحر الاحمر استاذ محمد، اقول لك ان البحر الاحمر دايما بيمتاز تقريبا طول السنه ان في نسبه هواء من البحر جايه دايما بتلطف طبعا الجو في البحر الاحمر، ومناسب لنشاطات كتير زي الكايت سيرف او اللي هو يعني الباراشوت والحاجات اللي بتتعمل في البحر دائما. طبعا احنا في البحر الاحمر كفنادق كل فندق على حده بيمتاز بان عنده اكوا بارك كبير، وعنده بيعمل دايما حفلات بالليل، دايما في تيم بيبقى اسمه الانيميشن او اللي هم الريكريشن بتوع الفندق نفسه، بيبدا يستعد للحفلات، بتبقى حفلات ساعات غنائيه وحفلات من انواع خاصه بيمتاز بيها. طبعا زي ما حضرتك عارف مصر بتمتاز بمثلا الفواكه اللي موجوده عندنا بكثره الحمد لله، يعني موسم المانجا مثلا ده، تخيل حضرتك ان الشيفات في الفنادق بتستغل وجود المانجا بكثره كده، يعملوا يوم او مهرجان المانجا في فنادق معين، ومهرجان البطيخ، مهرجان الاناناس، مهرجان يعني حاجات كتيره. طب حلو قوي، الفعاليات مستمره، وكمان الطبيعه والميزه النسبيه للمناخ هو طبيعه جافه الحقيقه، يمكن قله نسب الرطوبه هي اللي بتحسس الناس ان هي قادره ان هي تقعد على البحر او ان هي تتفاعل في الانشطه المختلفه. لكن خليني اسالك، ازاي استعادت المحلات، البازارات، حركه الشراء، حركه البيع؟ قول لي الرواج ده تم ازاي عندكم في الغردقه ومرسى علم؟ والله هو طبعا السائح زي ما حضرتك عارفه طول النهار تقريبا لو ما عندوش اي رحله طبعا خارج الفندق بيقعد
على البيتش او على حمام السباحه او في البرد. فده طبعا اليوم لحد الساعه 4 الساعه 5 بيبدا بقى بعد كده يلم حاجته يدخل يريح ساعه وبعدين يخرج يتفسح في البلد بقى. فعندنا احنا طبعا الحمد لله عدد كبير جدا من البازارات واماكن الحمد لله حتى الدوله بتوليها اهتمام. احنا عندنا دلوقتي عدد يزيد عن 10 ممشى سياحي في الغردقه. وكانت النتيجه استاذ بشار الاقبال المتزايد من قبل السياح على البحر الاحمر بشكل عام. كل شكر ليك الاستاذ بشار ابو طالب نقيب المرشدين السياحيين بالبحر الاحمر، شكرا جزيلا يا فندم.